إذن معكم من حمانة ومع أقدم سيارة، سيارة بويك نوع ديران لصاحبها أديب علي أبو الحسن. أهلا وسهلا بالسيد أديب. فيك يعني تتسلم رزق طبرني. تسلم. هذه موديل 1926. نعم. صار لي عندك من هداك الوقت ولا مشتريها من جديد؟ لا 25 سنة. 25 سنة وماشي السيارة؟ كل شيء طبيعي. كل شيء طبيعي. ما قطعها الأساسية موجودة فيها؟ كل شيء الأساسي. مثلا فرضا لو راح قطعة ممكن شو ممكن تعمل؟ عندي وحدة تاني بشيل قطعة بحطها. مزبط حالك سلف يعني. طيب هيدي في حال عرضتها للبيع مثلا لها شي سعر معين ولا؟ 100,000. 100,000؟ 100,000 والله. وناوي تبيعها؟ يعني إذا بيجيك سعر كويس يعني. طيب دخلك اقتناء السيارات القديمة عادة هي هواية بس مكلفة. ايه صحيح. يعني اليوم مثلا انت شغلي بتكلفك السيارة. صحيح مزبوط. قديش تقريبا عندك فكرة مثلا شو بتحط عليها مصروف، شو بتحط عليها رعاية عناية؟ انا حاطط عليها 5,000 دولار لمظبطها هاي. فاذا ان شاء الله بتضل مظبط كل شيء. تسلم. مظبط السيارة وغير السيارة وايامك وشغلك. اذا اديب علي ابو الحسن سيارة بويك ديران موديل 1927، بالتالي الرقم القياسي لم يتحطم في حمانة، بس بنعتبر انه سيارة السيد اديب هي رقم قياسي محلي في حمانة، وبالتالي بيطلع لك نص الجائزة 25,000 ليرة. حنا بتعمل معروف؟ شكرا. شريف تفضل. هي 25,000. ألف مبروك. شكرا. بعتقد عفوا وقع الدفتر، اللجنة تحققت أساسا من الدفتر. وننتقل الآن معكم إلى السيارة الثانية. شكرا خيي أديب. السيارة الثانية سيارة نكر، وين صاحبها؟ أيوة. وينك تقبرني؟ أهلا بعزار، قرب وقف خليه يشوفوك. قدي عمرها سيارتك؟ عمرها بال 31 سنة. يعني عمرها 30. أيوة. أكبر منك ولا أصغر؟ من عمري. من عمرك؟ من عمري وهذه تذكرتي و... طيب تنتأكد من عمرك. مواليد 62. عمرك 29. أيوة. وحضرتها أي موديل؟ وهي كمان 62. 62 حلو كتير. طيب بعد عندك من أول ما جبتها ولا؟ لا هيدي كانت عند شخص عنا بالضيعة وعرفت إنه سيارة من عمري، حبيت إنه أجيبها لحتى وجددتها. صار لها 3 سنين هلأ خالصة وممكن مخبيينه، واليوم جبناها لعند حضرتك. حلو كتير. طيب ماشي بقطعها الأصلية ولا؟ كل شيء. بحب تفرجيك موتيرة كمان إذا. لا بس أنا عجبني أنا الباب تبعك بيفتح. إيه تفضل. فيها زمور تسلم لي؟ يلا. هي زمور. لورا شباب. طيب نشكرك جدا. لك معنا حق زمور نحاسبك فيه بعدين. خلي لي ممنونك. كلك ذوق كلك ذوق. بس لا فعلا واحد يعني هيك المحافظة على المقتنيات شغلة مهمة. نشكرك ونعطيك العافية. خلينا نسلم داكم المهمة. تسلم. يعني متأسفين مش حيطلع لك شيء غير قبولاتنا وتحياتنا. ما مشكلة بنحبين ان احنا نشوفك. كلك ذوق. وننتقل الى السيارة الثالثة والاخيرة الموجودة معنا اليوم في حمانة. وين هذه سيارة؟ سيارة شوي غريبة واوريجينال على ما يبدو. سيارة صنع محلي. صنع محلي. اذا بتتدور معه كون ممنونك. بس شباب لو بترجع نطفي لورا حسن ما يمعرف. شباب يا اهلا بالشباب. طبعا اليوم في كل بلاد العالم في شغلة كتير مهمة، العودة الى الاشياء القديمة وتجديدها. وحتى شركات السيارات برا عم تدفع ارقام خيالية ولفتة للنظر حق السيارات القديمة اللي ممكن تتجدد وتتساوى. شو عم يحملوها السيارة الشباب؟ عفاكم عفاكم. شو عوردت ولا كيف؟ ما في وسعة. والله همتهم الشباب كويسة. حطوا ايدكم يا شباب. انا بستمنى يا ريت كل السيارات تمشي سيارات قديمة لسبب بسيط، انه ما نفقد اي احبة بحوادث السير اللي عم تكتر بشكل هائل في لبنان. يعني اليوم فينا نقول انه السيارة صارت عدو الانسان رقم واحد وصارت اكترية بالارض. فمتأمل من كل الاخوان اللي عم يسوقوا سيارات يحطوا ببالهم دايما انه السيارة هي وسيلة للتنقل فقط بين جدران الحياة. لذلك امنيتنا من القلب بنكررها على الجميع، وان شاء الله ان شاء الله يقدر يدور. تسلم لي قد ما فيك. اشن معلش حبيبي معلش.
عظيم. طيب ايه بس بس عم اهلك عم اهلك. نتعرف على اسم الكريم. مازن من عم داو من القرية. مازن داو من القرية، اهلا وسهلا بمازن. هيدي السيارة انت مركبها يعني مظبطها ولا؟ باي مركبها. حلو كتير. ما إلا اي موديل بس انتو عاملين الموديل؟ هي الاصل داتسون 120 واي. هيدي داتسون 120 موديل 8 كلها كبرى. ايوه انا. والبادي تبعها كتير كبير. لا لا يعني الحجم تبعها اكبر من اكبر من الموتور. الحجم ايه بس الموتور تبع داتسون 120. داتسون 120 واي. حلو كتير. قديش اخذت معكم شغل؟ بس يفضل يشتغل فيها. وقديش تقريبا كانت بتكلف فلوس او كلفت فلوس؟ ما كلفتش كتير. ما كلف. ظهر ولد بيشتغل بال دادي وبويا. دادي وبويا له 28 سنة ما شاء الله. يعطيه العمر والعافية. الله يعافيك والله يقويك يا مازن. انت كمان طالع بتحب هالقصص هذه؟ ايه ليش لا؟ عم بتشد فيها حريم يا مازن؟ ظبطها؟ شو انا؟ ايه طيب يا مازن يعطيك العافية يعطيك القوة. طبعا هذه السيارة خارج نطاق المباراة، انما سيارة ملفتة للنظر فعلا. مازن داو من القرية منهنيك عليها ومنهني الوالد، وان شاء الله وان شاء الله مرت الجاي نيجي لعندك نروح مشوار احنا وياك فيها. شكرا. والان احبائي المشاهدين نبقى مع اجواءنا الفنية مباشرة من الاول على الـ LBC من حمانة ووليد توفيق.